من العلامات الكبرى للساعة أن يحصل خسف بالمشرق وبالمغرب وبجزيرة العرب. المشرق أي مشرق المدينة من جهة العراق ونحوها، أما المغرب فهي جهة الشام، أما الجزيرة فهي جزيرة العرب التي نعيش فيها. والخسف في اللغة هو الذهاب في الأرض والغياب فيها، كما جاء في لسان العرب، ومنه قوله تعالى عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الساعة لا تقوم حتى تروا 10 آيات ذكر منها 3 خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. متى يحصل هذا؟ إذا عم الخبث والظلم والفساد في الأرض. يدل له ما مر معنا من أحاديث كثيرة، ومنها حديث عند الطبراني وفيه ما فيه، ولكن تعضده الأحاديث السابقة، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: أيخسف بالأرض يا رسول الله وفيها الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والصحيح أن هذه الخسوفات 3 لم تقع، وإنما ما وقع من خسوف فيما مضى إنما هو من العلامات الصغرى للساعة. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف 3 قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم مكانا وأعظم قدرا.